مبيعات شركة براوني. هذه الشركة موجودة في باب علي ولاية الجزائر. احنا متخصصين في صناعة البسكويت والطونة. هذه الشركة راهي جديدة في المجال البسكويت والطونة. شاركنا في المعرض الدولي للجزائر هذا العام. ماذا بينا ان شاء الله يكون عندنا يجونا الزوار باش يشوفوا المنتجات تاعنا اللي راهم كاينين. ان شاء الله يكونوا منتجات اخرى ان شاء الله في المستقبل.